طيب ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكون كل حاجة بخير. طيب نكمل مع بعض. في حاجة في الدنيا كده اسمها مدن التعلم. ايه مدن التعلم دي؟ اقول لك انا. اليونسكو اطلقت حاجة زي تعتبرها كده مبادرة، تصور، توجه، سميه زي ما تحب تسميه، اسمه مدن التعلم. يعني ايه بقى؟ يعني انه مدن تحشد، مدن، خد بالك، مدن ليس دول، هنا بكلمك على مدن، تحشد كامل طاقتها، كامل طاقتها وجانب ضخم جدا من مواردها لإيه؟ لدعم العملية التعليمية برمتها. طيب بس كده؟ يعني نعمل عملية دعم للناس إنها تتعلم السنة دي والسنة الجاية مثلا، أو 5 سنين أو حاجة لمدة 5 سنوات. فكرة عملية مستدامة، أي مستمرة، ما استمرت الحياة، دي اسمها مدن التعلم. حلو كده؟ طيب اللي طلع القصة دي كلها الجماعة بتوع اليونسكو. طيب احنا عندنا مدن تعلم؟ اي نعم عندنا مدن تعلم جدا قوي خالص كمان. وعليه خلوني اكلمكم على افتتاح مؤتمر اسوان لمدن التعلم. بس خلونا بقى هنا عايزين نعرف التفاصيل. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. ازيك يا دكتور خالد؟ اهلا استاذ يوسف، مساء الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم. يعني اشكر حضرتك على المقدمه دي وعلى التعريف الواضح جدا المبسط جدا لمدن التعلم مدى الحياه. بس يعني الامر ما يستغناش ان حضرتك تشرح لنا اكتر بقى. هشام امنه افتتح اليوم في اسوان مؤتمر على غاية من الأهمية، هو مؤتمر أسوان لمدن التعلم 2022 بالتعاون مع منظمة اليونسكو وبحضور عدد من السادة المحافظين، محافظي الأقصر وأسيوط والغربية وخمس نواب محافظين ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالملف اللي في غاية الأهمية ده. طبعا يا فندم لو ما نيجي نتكلم على المؤتمر من 3 أكتوبر ل 5 أكتوبر إن شاء الله، هو عبارة عن مجموعة من ورش العمل اللي فيها تبادل الخبرات ما بين المدن اللي تنتهج هذا النهج وهو تبني التعلم مدى الحياة، واللي بيكون قائم على مشاركة كل مكونات المدينة، يعني مقومات التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي والمراكز والمؤسسات البحثية مع قطاعات الصناعة اللي موجودة في المدينة، الكل بيكون المنظومة المتكاملة القائمة على الانفتاح ثم التعلم، في الآخر خالص نصل إلى مرحلة الكرييشن، مرحلة الإبداع في إيه؟ في نقل التجارب. وبالتالي لما يبقى إحنا عندنا مشكلة موجودة في مدينة ما، في دولة ما، لدينا نفس المشكلة في مدينة أخرى، يتم نقل الخبرات في التعامل مع المشكلة دي، وبالتالي احنا هنا بنبني على قصص نجاح، وبالتالي بنعمق ده زي ما حصل مع أسوان من في 2019، وزي ما حصل مع مدينة دمياط في 2021، انهم المدينتين دول فازوا بأعلى 10 مدن تعلم على مستوى العالم نتيجة لممارسات فعلية، سواء كنا بنتكلم على الهوية البصرية أو بنتكلم على الممارسات اللي أقيمت في أسوان أو على ممارسات المرأة والمجتمع وكيفية الاستفادة منها، وإن احنا نبني نماذج تعلم حقيقية على الأرض للمجتمعات الريفية اللي موجودة وفي مقدمتها المرأة. لكن هنا من الأهمية بمكان يا فندم زي ما أكد معالي الوزير هشام أمن النهاردة، إن اللي ماتوا ليه الحكومة المصرية من جهود في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري لأطلاقها سيادة الرئيس في 2018، والاهتمام بالتعليم كأحد أهم عناصر بناء الإنسان المصري، لما نيجي بقى نسحب ده على التنمية المحلية، عندنا في التنمية المحلية بناء الإنسان على أكثر من محور، لأن استراتيجية تطوير وبناء التنمية المحلية قائم على تنمية محلية بشرية، ودي المعني بها الإنسان سواء على مستوى الديوان أو على مستوى عموم الإدارات المحلية اللي موجودة والوحدات المحلية اللي موجودة في المحافظات المصرية. يجي ده منين؟ بالتدريب المستمر اللي يضمن للتطوير المستمر، وبالتالي في الآخر خالص هنعكس ده على المواطن على الأرض بالتحسين المستمر لجودة أداء الخدمات.
فعلشان كده من الأهمية بمكان إن إحنا نربط كل المكونات دي مع بعض. وإحنا ابتدينا طبعا الجيزة ومرورا بأسوان ثم دمياط، والنهاردة برضو كان الفيوم إن شاء الله بتنضم لي الشبكة العالمية لمدن التعلم مدى الحياة. هنا الرابطة دي يا فندم في الآخر خالص هتحقق لي الجودة وربط مخرجات عملية التعليم باحتياجات سوق العمل، وبالتالي متطلبات خلق بقى الإنسان في خلق الشخصية الوطنية الواعية القادرة على المشاركة في التنمية، سواء كنت بتكلم على الجانب الاجتماعي أو بتكلم على الجانب الاقتصادي أو بتكلم على الجانب السياسي. طيب مكونات ده ايه علشان احنا نعمله؟ مكونات ده بدانا بيه في استراتيجية مصر 2030 للدولة المصرية بالمكونات بتاعتها، سواء كنا بنتكلم عن التعليم ما قبل الجامعي ثم التعليم الجامعي اللي هي استراتيجية تطوير التعليم العالي، واستراتيجية الاس تي اي ساينس اند تكنولوجي انوفيشن اللي هي قائمة على منظومة البحث ليس للبحث ولكن للبحث للتطبيق لإنتاج منتجات تتناسب مع طبيعة القطاعات المختلفة اللي موجودة عندي في الدولة المصرية. هايل جدا يا دكتور خالد، يعني واضح انكم بتبذلوا جهد فعلا حقيقي.